كيف النتورك ماركتينج بيساعد انه يضاعف دخلك؟ وليه روبرت كيوساكي مؤلف كتاب ريتش داد بور داد بحكي لك انه النتورك ماركتينج بيساعد انه يكون عندك باسيف انكم؟ قبل ما نحكي كيف انت بتضاعف دخلك لازم نعرف شو يعني باسيف انكم. اذا اليوم عندك شركه وبدك تعمل مبيعات ب 100,000، ايش الاحسن لك؟ انك تجيب شخص واحد يحقق هاي ال 100,000 ولا تجيب 10 اشخاص كل واحد يجيب بقيمة 10,000؟ وأنا هون ما بحكي عن تكلفة ورواتب، أنا بحكي عن تحسين إنتاجية. احتمالية إنه الشخص هذا يجيب 100,000 هي صعبة بس مش مستحيلة. لنفترض إنها هاي الاحتمالية موجودة وصار طارئ عند هذا الشخص عطله عن العمل، فصفت احتمالية إني أجيب المبيعات 100,000 مستحيلة. بس لما يكون عندي 100 شخص أنا وزعت الوقت والجهد عليهم كلهم، وغياب شخص أو شخصين ما بيأثر على إنتاجيتي لأني زدت الاحتمالات ووزعت وضاعفت الجهد. وهذا هو الباسيف إنكم، هو دخل بيجي من جهود مجموعة من الأشخاص مع بعض. والنتورك ماركتينج بيعطيك هاي الفرصة مش لأنه خلاك تكون شريك، بس لأنه أعطاك فرصة إشراك شركاء معك بالبزنس، وهدول الشركاء عندهم نفس الفرصة تاعتك وهي إشراك شركاء معهم، عندهم نفس الحافز وعندهم نفس الفرصة. فهون الوقت والجهد بتوزع عليكم كلكم بدل ما يكون على شخص أو شخصين. زي ما بيحكي ليس براون، In network marketing you work for yourself but not by yourself. ومش بس بتكسبوا وقت وجهد بعض، انتو كمان بتكسبوا experience من بعض، وهذا اسمه law of leverage، يعني مضاعفة التأثير، ودائما تأثير المجموعة أقوى وأفضل من تأثير الفرد. واليوم أغلب الشركات عم بتكون أونلاين، فاحتمالية أنه يدخل معك شريك بأي بلد هي احتمالية واردة. فأنت هون مش بس وزعت احتمالاتك على أشخاص، أنت كمان وزعت احتمالاتك على مناطق وعلى بلدان مختلفة. عقل الإنسان مهيأ أنه يرفض التغيير، لهيك دائما بتلاقي لحالك الأعذار إنك ما تعمل الإشي اللي مش متعود عليه. ولما ترفض التغيير أنت بترفض تشوف الحقيقة اللي قدامك. التكنولوجيا عم تتسارع، اللي كان ياخد 10 سنين ليتغير هلأ عم بيكون ب6 أشهر وأقل، وهاي التكنولوجيا عم بتحل محل الوظائف والإنسان. نصيحتي إلك ما تستنى إنك تفقد مصدر الدخل الوحيد اللي عندك، اصنع مصدر دخل تاني وانت قادر مش وانت مضطر، عشان لما تحتاجه تلاقيه. ولهذا السبب بتلاقي بكل سيارة عجل سبير. قبل ما تسأل شو بتخسر لما تدخل النتورك ماركتينج، اعرف شو بتستفيد، وهذا الاشي رح نحكي عنه بالفيديو الجاي.